المحل جاهز. الكمترة السوري والتفاح السوري، الخوخ التركي، كعب الغزال، يا سلام المانجا، يا عيوني على المانجا، مانجا الفيشاوي، يا سلام مانجا صدر الحمام موجود. اللي تبون نوعيتين درجة أولى 100% طيبة. ترى هذا موسمهم، نهاية موسمهم ذي، يعني اللي ما ياخذ منها هالشهر بيجي يدورها الشهر الجاي ما يحصلها، اللي هو التيمور وصدر الحمام. المانجا آسف حامض وسمينه مانجا، هذا الرمان المصري، رمان المصري حامض حلو. يلا يا عيال حامض حلو طيب، يا سلام. لجيت هنا عند التفاح، امسك بريك، تفاح التركي صفتين سلة كبيرة ما شاء الله. الأسعار، تعال المحل وبشر، تعال المحل وبشر. الهدف يا جماعة الخير من الأسعار إن لجيت المحل وعطيناك السعر، تشوف البضاعة وتقيمها أنت بنفسك، ولا تطلع من محلنا إلا خاطرك طيب بإذن واحد أحد. النية الطيبة الفهاد، يا سلام برتقال الفهاد أبو صرة، تشكيلة طيبة يا عيال من كل شيء ملذة وطاب. العنب الأسود التركي ها، وهذا الأبيض يا سلام شغل عدل يا عيال، وهذا الأحمر، وهذا الأناناس، واللي أبي فطر كيوي بالمانجا موجود. الخس أنواع ومدلع، تاخذه بهالشكل تحطه في ثلاجتك أسبوع ما يتغير بكيسه، إحنا اللي نسويه بالنية الطيبة. والخس المصري والحشايش بعد، كل الأنواع موجودة، كل شيء موجود. تعالوا في النية الطيبة وتدللوا، تعالوا وتدللوا، يا سلام. هلا ابويا، ما يحتاج ما يحتاج، غني عن التعريف. ها ما شاء الله، هذا البروكلي بعد جبنا لكم، كل شيء متوفر. طبعا الرمان ما تبي بالكرتون، تاخذ بالوزن، رمان اليمني ها.